اليوم خليني نتحدث عن الآن. هناك عقود شركات اتصالات وقعت جزافا وهي ضد مصلحة الشعب العراقي. هناك ميناء الفاو الكبير معطل والكل يعرف القرارات السياسية ذاهبة من 19 ل 14 أو إلى المناورة في تأخير تنفيذ المشروع في سبيل المصلحة الكويتية. هناك الكثير ممن يعرفون أن الحدود في كردستان العراق خارج السيطرة الحكومية. كلنا نعرف أن المدار التابع للأقمار الصناعية المفترضة للدولة العراقية التابعة لهيئة الإعلام والاتصالات لم تستثمر وذهبت إلى دول أخرى. لليوم وأنا جاي أتحدث ويا جنابك الكريم، آلاف المصانع العراقية خارج السيطرة الحكومية بسبب البضائع الإيرانية والتركية والسعودية مغرقة السوق العراقية. اليوم وأنا جاي أتحدث ويا جنابك، المي يمنع من تركيا ويمنع من إيران في سبيل المحاصيل الدول المجاورة تغرق السوق العراقية، والفلاح أصبح بدون ماء وبدون عمل وراح يتجهون للإرهاب وللبطالة وللفساد وغيرها وغيرها. بس حكومة الكثير من ملفات الفساد، حكومة الكاظمي نعم. وضعت يعني إصبعها ووضعت إشاراتها وتصريحاتها وتوجهاتها على اللي حضرتك تفضلت به الآن. أستاذ أي 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 إصبع؟ مزاد العملة لحد اليوم قائم، الحدود لحد الآن غير مسيطر عليها، والانزالات اللي صارت بهيئه المنافذ، البطاقه التموينيه، طيب، والانزالات اللي صارت بالمنافذ الحدوديه، عن وضع يعني شعب كامل. تمام، بس المنافذ الحدوديه صارت بها انزالات. تعرف الفضائيين في وزاره الدفاع والداخليه، تعرف ملف الفضائيين في باقي الوزارات، على عيني وعلى تعرف راسي. الفضائيين في المتقاعدين، بس انا دا اقصد لك، انت سالتني على الحدود، تحقيق عاجل. جميل، لكن صارت انزالات بالمنافذ. أنا ما أريد شخص جهة دون أخرى، طيب. أقول كل الوزارات تحتاج مراجعة وهندسة وإعادة تنظيم للعمل الوظيفي. بس يعني تعرف لجان المشتريات في الوزارات لغاية هذه اللحظة. طيب ألا تحتاج وقت؟ تحتاج وقت، لكن ابدي بإجراءات عاجلة. وحد كل لجان المشتريات الآن بالدولة العراقية. حيل جميع عقود استيراد البطاقة التموينية فورا للجنة مركزية بمجلس الوزراء، وخلي يدخلون فورا إلى وزارة التجارة. 6 أشهر المواطن العراقي جاي يعاني من نقص بالمواد التموينية، والدولة صارفة مليارات، عشرات ملايين الدولارات صرفت على الأمانات ومجالس المحافظات، وعشرين مرة يتبلط نفس الرصيف لأن تابع للمقاول الفلاني، ومناطق بأكملها لم تبلط منذ 10 سنوات. ما يصير استاذ، ما يصير هذا الكلام، هذا ضحك على النقول. نريد إجراءات رادعة حالا في سبيل احنا نحس انه هيبة الدولة بدأت تتحرك داخل اروقة الوزارات الحكومية، وإلا سيستمر العبث بأموال العراق. جميل جدا. أنا اليوم جاي أتكلم وياك، وزارة الكهرباء لم تقدم طاقة حقيقية للمواطن وأصحاب المولدات، فساد مستمر ويطول أموال للسيطرة الحكومية المركزية مال الكهرباء. طيب. في سبيل تطفى الكهرباء على المواطن العراقي.